هذه المناظره الوطنيه لمناخ الاعمال جات في الوقت المناسب، الوقت اللي المغرب كي يدير اوراق مهمه باش الاقتصاد ديالنا زعما يتقوى ويتنمى ان شاء الله تحت القياده الراشده لصاحب جلاله الله ينصرو. وهاد الاوراش اللي هما مثلا هاد الكود ديال لا شارت ديال الانفستيسمون ولو فون محمد السادس بور الانفستيسمون اللي هما من بين لي لوفير امبورطون، كاين دوطخ لوفير اللي خصهم يتشافوا، هو السهوله ديال المساطر الاداريه، كاين عاوتاني اعاده نظر بالنسبه للكود دو ترافاي، كاين لانتيغراسيون ديال الانفورميل، وكذلك مساعده المقاولات الصغيره والصغيره جدا. ومع كاين عاوتاني واحد النقطه اللي هي مهمه، هي النجم هي الانفورميل باش يدخل في الاقتصاد ديال البلاد ديالنا. والاتحاد العام لمقاولات المغرب معبأ باش هاد الشيء كله ينجح، وباش يكون الاقتصاد ديالنا ويكون لا بارتيسيباسيون ديال لي بوتيت اي مويان زونتربريز تكون مهمه واهم في المستقبل ان شاء الله.